فحبيت ان انا اكسر حده انه ما ينفعش ابدا ان احنا نبقى خايفين نروح نتعالج عشان الناس ما تعيبش علينا، عشان الناس ما تقولش مجانين دول ولا ايه، واخد بالك؟ لا، ده مرض عضوي زيه زي اي مرض عضوي. المرض النفسي بل بالعكس اسوأ، لو ما لحقتوش من الاول يبقى اسوأ.